في ختام مشاركة وفد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العاملين للبرلمانات العربية بالقاهرة، دعا سعادة المستشار راشد محمد بن جمال الأمين العام المساعد بمجلس النواب إلى إنشاء مركزا للدراسات التشريعية والقانونية وفكرة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال بهدف رفض المؤسسة البرلمانية العربية بآخر التقارير والمستجدات القانونية والسعي لتجميع القوانين والتشريعات ذات الصلة لجعلها مرجعية تشريعية يستفيد منها جميع البرلمانات والمجالس العربية. حقيقة ما تم تقديمه اليوم من قبل الأخ راشد فيما يتعلق بإنشاء هذا المركز والاستعانة ببيوت الخبرة، هذه الأمور توليها جمعية الأمناء العامين الاهتمام البالغ، حيث أن الاتصالات مستمرة سواء كان على مستوى اجتماعات الأمناء العامين العرب أو على مستوى اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي. وكثيرا ما نتطرق إلى فكرة إنشاء مثل هذه المراكز لتدعم العمل الإداري وتقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لأصحاب السعادة النواب في كل البرلمانات، وهذا هو صميم عمل الأمانات العامة. ويعني أستطيع القول بأن هذا الاجتماع قد قدم الكثير، ونحن أيضا رفعنا بعض التوصيات بقيت إن شاء الله تحقيقها في الاجتماعات الأخرى القادمة.